أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جيب لكزس قبس 170 موديل 2013، لمبة الدبل ترمز زي ما انتم شايفينها، لمبة التراكشن مولعة، ولمبة الماكينة والعة، والسيارة فيها تفتفة على خفيف. فحصنا السيارة بالكمبيوتر وطلعنا الكود زي ما انتم شايفينه 358. شيكنا السيارة لقينا بس الفيش حق الكويل رقم 8 راخي، ثبتنا مكانه و صفية السيارة. طبعا الآن لسه ما سويت مسح للأكواد، ولكن أبغى أعلق على أمر بسيط. دائما تجيني أسئلة، ولعت عندي لمبة الدبل، ولعت لمبة التراكشن، ولعت لمبة الماكينة، إيش المشكلة؟ قالوا أفصل البطارية تنحل مشكلتك. فصلناها وبالضبط وبالفعل انطفأت اللمبة. ترى لما تفصل البطارية وتنطفئ واحدة من اللمبات اللي كانت مضاءة، هذا لا يعني أنك صلحت العطل، هذا يعني بس أنك مسحته من ذاكرة الكمبيوتر. فالنصيحة كالتالي، لما تضاء معك أي لمبات ثم تجاهلها إذا السيارة ما فيها أي أعراض، وشوف إذا رجعت انطفأت لوحدها فإن شاء الله عرض مفاجئ واختفى من السيارة وانتهينا. ولكن الأفضل أنك تفحص بالكمبيوتر عشان تعرف إيش سبب المشكلة وتصلحها، لأنك لما تفصل البطارية وتنطفئ اللمبات وتروح ورشة تراه ما راح يعرف إيش المشكلة. يعني لو الأخ صاحب السيارة الآن فصل البطارية وطفى اللمبات وجاني وفحصت، ما راح تطلع لي الأكواد هذه. لكن الآن بما أنه جاني واللمبات مضاءة فحصتها طلعت المشكلة، الآن أنا وش أسوي بعد ما أصلح مشكلة السيارة؟ أمسح الأكواد بعد ما تأكدت أنه السيارة إيش؟ السيارة اتصلحت. وبوريكم إياها الآن، بنسوي كلير وإحنا معاكم على الهواء، وزي ما أنتم شايفين انطفأت اللمبات، وهذا بشكل السيارة كذا. إحنا صلحنا السيارة طفينا اللمبات. وطبعا بالمناسبة لو واحد منكم قال لي والله أنا فصلت اللمبات وانطفأت ولا عاد رجعت، نقول والله يبارك لك، كذا ما دام ما عاد رجعت اللمبات فإن شاء الله سيارتك تمام. الآن طالعين نجرب السيارة، بخلي العميل يجرب سيارته بنفسه لأنه كان فيها تفتفة، هو اللي بيحكم عليها هل انحلت تماما أو لا. ومع التجربة راح يبين معنا. الآن لو مشينا في السيارة وما عاد رجعت اللمبات ولا عاد في أي تفتفة، نقول خلصنا صلحنا المشكلة. ولكن لو المشكلة لا زالت موجودة في السيارة، اللمبات راح ترجع مرة ثانية وراح نفحص مرة ثانية ونتأكد ونحل المشكلة. طبعا العميل قد سوى لسيارته صيانة من السابق وكان عنده تفتفة خفيفة بعدين صارت أقوى، صح؟ نعم. الآن وش صار معك؟ الآن يا طويل العمر في تفتفة خفيفة بس القوية اللي جيت قبل شوي علشانها راحت، صح؟ جدا جدا. طيب تعرف ليه؟ تعرف ليش؟ لأنه عندك مشكلة في السلندر رقم 4، فيه تفتفة خفيفة في السلندر رقم 4، فيا إما البوجي مو مضبوط في سلندر رقم 4 تحديدا، اما البخاخ اما الكويل اما جلدته، فبنراجع سلندر رقم 4 تحديدا ان شاء الله. الله يبارك لك. لكن التفتفه القويه راحت، راحت جدا، السياره ما كانت تدوس، ما كانت تدوس، كان يعلق الامبير. الله يبارك لك. اللهم عليك. وهذه كمان التفتفه الخفيفه راح نحلها لانها واضحه معي على الكمبيوتر. دوس دوس بالله، اعطينا دعسه. لاحظوا معي سلندر رقم 4، شيل رجلك العين، خفيفه جدا في سلندر رقم 4، تروح وتجي في سلندر رقم 4 فقط. شوفوا الآن مع الطلوع، طلوع خفيف، يمكن شفتوها لمحتوها، وصلت رقم عالي قبل شوي، وصلت إلى 50، شوفوا الآن إلى 10، بس لقينا الطلوع خفيف زادت على طول. وللي بيسأل كيف تنعد السلندرات في اللكزس 570 أو أي لكزس 8 سلندر دفع خلفي ماكينة بالطول، فتنعد كذا 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني هنا الأرقام الفردية وهنا الأرقام الزوجية من السلندرات بالتتالي. فالآن الكويل أو عفوا السلندر اللي عندنا فيه مشكلة بيكون ثاني واحد من جهة الراكب، لأنه 1 2 3 4، فأربعة هو ثاني واحد في الجهة اليسرى. وهذا بعد ما فكينا الكويل، جل من لا يخطئ الأخ اللي اشتغل فيها قبلنا نسى ما يركب الربلة مكانها. نركب الربلة الآن ونجرب السيارة. يوهاف وريني هذه الربلة. طبعا اللي تركب هذه جابوها لك من عندنا، هذه الربلة اللي تركب هنا، فالأخ اللي اشتغل قبلنا نسي ما يركبها. طبق ونطلع نجرب السيارة ونشوف المسفية. بس قسما بالله أقف احتراما لللكزس، أقسم بالله تفتفة خفيفة. تطلع معنا بالكاميرا؟ كيف التفتفة آخر مرة؟ يا خفيفة، ولا حتى طلعت لنا علامة ولا أي حاجة، والربلة ما هي موجودة. طبعا كل تصنيع سيارة له أسلوب. للأمانة نفس المشكلة هذه سبق حصلت معنا في فورد، ما يمشي وتولع اللمبه ويقول لك عندي مشكله. اللكزس يقول لك اسمع انا ضعيف شويه بس بمشيك. فكل واحده لها ميزه ولها عيب، لكن اللي ما تقطعك هذه. والان ما شاء الله تبارك الله ماشيين في السياره سلندر 4-0 زيه زي غيره، وما عاد في اي تفتفه في السياره. هذا احنا ماشيين في السياره الان
ما شاء الله تبارك الله، اعطيها بالله داسه كذا. جيب لكزس 570 صح؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك ويعطيك خيرها. الله يسعدك مثل ما اسعدتك. امين. ومن يقول تحت. والسامعين ترى استاذنك، ترى بنشر الفيديو. خذ راحتك يا حبيبي، خذ راحتك. اكيد والله، والله العظيم يا شيخ انك اثلجت صدري. الله يبارك لك ويعطيك خير ويكفيك شر. والله طفشتني العله ذي. لا لا، جل من لا يخطئ، كان خطا بسيط في التركيب، ما ركبوا لك رفيش كويس ونسيوا الجلده. والله يبارك لك. اللهم امين. ويعوضك خير. امين يا رب. طيب يا جماعه، اكثر سؤال تكرر اليوم، وش دخل لمبه الدبل انها والعه ولمبه التراكشن والعه بسبب الكويل؟ معظم انواع السيارات الحديثه وخصوصا السيارات اللي فيها دفع رباعي، ودفع رباعي اوتوماتيكي يشتغل معاك لسرعات معينه، كمبيوترات السياره متصله مع بعض. فايش الفكره؟ الفكره انه اذا في تفتفه في المحرك، أنظمة توزيع العزم على الإطارات الأربعة أو على الكفرات الأربعة في السيارة ما راح تشتغل بشكل صحيح، لأنه التورك اللي طالع من المحرك ما هو مضبوط. فدائما وأبدا لما تصير في مشكلة في المحرك، تولى معك كمان اللمبات اللي شفتوها، مثل لمبة التراكشن ولمبة الدبل. فإذا أنت دائما لما تفحص وتلقى في مشكلة في المحرك وفي مشكلة في أنظمة الدبل، راح تلقى الكود واضح يقول لك أنا ما عندي خلل، لكن الخلل في المحرك، حل لي موضوع المحرك وراح تطفي اللمبة. فإذا ابدأ بحل المشكلة الأساسية، وبإذن الله المشاكل الثانوية راح تنحل بشكل تلقائي.